من النهارده احنا بنستقبل جديد خالص ملوش علاقه بالجي ام سي او ريحل محل الجي ام سي اللي انت ما عملتش جي ام سي واحده بقى وهنتكلم على التوالد والعيوب والحاجات دي. طيب المفاجاه الاساسيه اللي انا لو عندي انتجريت هيسموه ايديال انتجريت 1 و اس عشان اعمله بنعمل ايه؟ نعمل 1 و اس وحتى ار و سي يروح على اس ار سي تمام كده؟ فاللي احنا شفناه متعودين عليه وشبهه الجي ام سي حط الجي ام واحد سي ولا جي ام اوفر سي بس دي ايه؟ ايه العيب؟ افرض عايز اظبط السنتر فريكونسي بتاعي او واحد على ار سي عند واحد ميجا هقول لك اختار مثلا الار بكذا والسي كذا تطلع واحد ميجا فكده صنعت ما طلعتش 10 ميجا الحاجة تانية. ايه؟ لأن الـ R والـ C نفسهم فيهم فاريشنز. هم نفسهم لما أنا بحصل لهم 1 كيلو بيأكل مش 1 كيلو. 1 كيلو بلس أو ماينس صح أوي. الأوي ده ما بيتعالجش قبل التصنيف، بيتعالج بعد التصنيف. يقول لك الكاباسيتورز في التكنولوجي هي دي الكاباسيتورز في البيت الأليا. بلس أو ماينس 20%. نفس كده بلس أو ماينس 20% أو whatever. طبعا يعني انا كده صنع انا مش عارف ازاي ارفع لي في حاجه اسمها بروسس فاريشن بروسس فاريشن دي هي دي اللي بتخلي الفاليو بتاعتك النتيجه مش هي بالظبط اللي اكسبكت بس انت مش تقول لك الفاريشن فاكتور دي مش تقول لك الرقم اللي طالع فانا لو مش قاري النقطه مهمه لو مش قاري الفاريشنز دي ما ينفعش اعمل التكنيك اللي انا بعمل الفاريشن بالتالي لو انا باكسبكت بلس او ماينس 20% ريزيستنس وبلس او ماينس 20% كاباسيتور توتال هيطلع كام؟ كده دول لازم من البروسيسز اللي تبقى بتشتغل مع الايروس كده لازم واحد التربيع بتاع الايروس زي ايه الراندم بروسيس؟ اندبندنت راندم هيطلع مثلا توتال بلس او ماينس 30% ممكن يبقى كويس ممكن يبقى وحش حسب الابلكيشن لو الابلكيشن بيبقى وحش يبقى مش هينفع تستخدم واحدة التكنيك ده وليه مثلا جي ام سي كاسر طيب هنعمل ايه؟ هنيجي نفكر هي ايه المشكلة أصلا المشكلة؟ أصلا المشكلة الأمر بيتغير والسي بيتغير بس إيه بقى؟ بس they do not track يعني ده يور تراك يعني أنا كنت بالنسبة لي هبقى قادر لو الريزستنس زاد 20% والكباستور قل 20% حصل ضرب حصل فيه ايه؟ كونسبت تاني ده بالنسبة لي حالة مرحلة أحسن طيب فكرت بحاجه لما عملنا الامبليفاير زي ده كده النظره دي هل ده امبليفاير مفضل ولا غير مفضل؟ الجيم الجيم ده كام؟ ار على ار لو ار زادت 20% تاني هتزيد 20% كمان يبقى مش حصل فيها ايه؟ ثابته دي ده از ا جود سوليوشن لان الار بيتراك الارض بتاعتي الارض تحت وبالتالي الايرو اللي هيحصل واحد هيحصل تاني زي بالظبط التكنولوجي كلها هتتغير مع بعض كنت الريزيست هتتغير مع بعض طالب نازل وبالتالي ده بالنسبه لي حل حلو لما جيت اعمل انتجريت ار سي ما بقاش حل حلو اللي انا عايز اعمل النهارده انتروديوس طالب جديد مش عمل فات بس ينفع احقق بيه امبليفايرز انتجريتورز أكيد يعني لازم تبان على ال 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 البروس فاريشن الكلام ده عايز اقوله النهارده طب نعمل الكلام ازاي؟ هنضطرين عشان تجيب الجديد ده بطبيعته مش كونتينوس محتاج اتكلم على مخصوص رقم زي ما بتقول ايه؟ احنا سو فار كنا شغالين بالتكنيكس كلها تعالى مع كونتينوس تايم سيجنال وكونتينوس امبليتيود الكونتينوس امبليتيود سميناه ايه في عالمنا الانالوج. طب كونتينوس تايم وكونتينوس تايم. مقابل الكونتينوس امبليتيود ايه؟ مقابل الديسكريت امبليتيود هو ديجيتال. طب مقابل الكونتينوس تايم ديسكريت تايم. لو تبقى السيجنال في سنه ثانيه خدت اثنين سيجنالز. واحده ديسكريت تايم واحده كونتينوس تايم. الاثنين شبيه ببعض يعني الاثنين قريبين ببعض المبادئ الاساسيه هي ايه؟ انما في شويه ربط بين الاثنين لو المبادئ مختلفه
السكرين بيعرفها ازاي؟ بالذات تشانسون اوف ريسيز. السكرين بيرفكت. فبالتالي مش السكرين بتاعتش بيرفكت. لما تقولين ترانسفورم ذات ترانسفورم هو ده المسؤول عن يحسن لنا او يعرفنا بالفريكونسي كونتنتس بتاع السكرين سيستم. وده حاجه بتراجع المعرفه في التلات دقايق. السكرين تايم في طبيعه الحال انا مش بتكلم على كونتنتس تايم بتكلم على السكرين تايم. سيبنا الطريق اعرف انها كونتنتس. ازاي نحولها للسكرين؟ لا حاجه اسمها سامبل. ناس كتير سيدنا فرايد عرفونا كده شويه قواعد للسامبل كلها لازم تتسفايد منها. اول قاعده ان انت تلاقي السامبل فريكونسي اكبر من ضعف اكبر فريكونسي السيستم. انا بقول لك الصوت بتاعي ده يبقى مثلا من 20 هرتز لحد مش عارف 4 كيلو هرتز ولا كده ارقام هو لازم يبقى اكبر من كام؟ 8 كيلو على الاقل. والا ترجع الصوت ده الى الكونتينوس تاني يحصل ايه؟ هيليستيك. هتلاقي الصوت دخل في بعضه. ممتاز. طيب السكريبت تايم سيستم ساعتها ما فيهاش ريزيستنس. قاعده اساسيه كده كده ممنوع تحط ريزيستنس. طب هنزود ايه؟ حاجه ثانيه هنتفرج عليها. طيب هل هنقصد هنا؟ طب انا عشان بس اماكن دي عندكم سكايب مش عندكم مش هو عندكم. تجيبوها او حتى تعرف انها يعني مسافه كلها واحده بسيطه. انما لو عندي سيجمنت تايم اكس او تي هعملها سامبلنج اكس ام تي كابيتال. مين تي كابيتال؟ هو سامبلنج تايم. ام ده مين؟ ام ده هو الاندكس بتاعي 1 2 3 4 5 رقم يعني رقم معبر عن التايم بس مش تايم. بنلخص الجملة أو الفيس اكسبريشنز دي اكس اوف ان. على السي تي زي ما مثلت كده بقول اكس اوف ان هي ايه؟ التايم دومين سيجنال. لو اكس اوف ان وعملت لها زد بلس زد اكس اوف زد. يبقى اكس اوف ان ده ماينس 1 بكام؟ اكس اوف ان ماينس 1 بنسميه ديلي 1 كلوك سايكل. يعني الزد بلس زد هو زد بس ناقص 1 في اكس اوف زد. يبقى انا ديلي بالنسبه لي زد بلس نص. طب لو زد بلس نص 3 3 بلس نص. طب لو زد بلس نص نص شفناش قبل كده بس انا هنا شفناش قبل كده بس انا هنا في الكونتكست بتاعنا ده هنزيد بلس نص دي معبره يعني نص بلس نص دي ليه وهنتفرج يعني نص بلس نص دي كمان 10. طيب ان الانتجريتور ايديال انتجريتور في اللابلاس ترانسفورم ايديال انتجريتور ده شكله ايه في الاس دومين؟ واحدة الاس في الزد دومين واحد على واحد وانا زد بلس ناقص واحد او زد بلس ناقص واحد زد بلس ناقص واحد. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الفرق بين الحاجه دي ديلي. هو قال ديلي غير لي من شكل الترانسفير فانكشن ما غيرش. هو غير في الفيز او التايم بس ما غيرش فيه الماجنتيود ريسبونس. انا بدك ترجع انت بشكل ناقص واحد. طيب لور باس فلتر او سنجل اوردر فيرست اوردر لور باس فلتر او فيرست اوردر سنسر فانكشن كانت في كونتينيوس واحد على اس بلس اي بتاعت الديسكريت واحد على واحد ماينس الفا زد بلس واحد. الفا ده رقم ما بيساويش واحد في غالب في الاقل مع شبه ستيبل مالناش دعوه بالحته دي بس انا عايز اوصل لايه؟ ان انا محتاج الانكريمنت يا اما ده يا اما ده عشان اقول انا عندي لو باس فلتر فيرست اوردر او ايديال انتجريتور. ممتاز. ليه هي حاجتين محتاجه ما زلت فيرست اوردر؟ حاجه كده. طيب انا قبل ما اخش في موضوع سوشي كباس وسوشي هعمل اكزامبل. اعمل كده سمول اكزامبل. سمول اكزامبل ده عباره عن جرافه هحط فيها كباستور ومجموعه من السويتشز ويتنس الاوبريشن اللي صار لي هاوبزرف مش هاوبزرف واحاول انالايز شويه بس انا عايز اعرف نوصل مع بعض الشيء اللي مسؤول ده الجزء ده في ايه؟ ممكن انا اخد نقطه انا بقول حاجه اسمها لازم ثلاثي هعمل حاسس ان رسمه سويتش كاباستور
ودي بوت اب او طرفين يعني دي 1 ودي 2 وده 5 1 وده 5 2 يعني ايه 5 1 و 5 2 لو ايه سويتش سويتش يعني سيستم صغير خالص كده لما يكون احط له هنا لوجيكال 1 ده ايكويفالنت ان هو حاجه شورت صح؟ لما احط له حاجه لو انا قلت 1 و 0 قصدي هاي ولو اي حاجه تخليه 1 تخليه اوف يعني ده ايكويفالنت ايه؟ اوبن سيركت صح كده؟ ده شورت سيركت وده اوبن سيركت طيب فاين نمبر فاين نمبر ايه؟ فاين نمبر هم ايه؟ تو كلوكس نفس الفريكونس بتاع السيستم يعني نفس التايم بتاع السامبلينج زي تي اس مثلا بس اوت اوف فيز واحده فيهم لما يكون ده هاي ده لو والعكس لما يكون تاني هاي ده ولي لو اوت اوف فيز فين يكون اوت اوف فيز بس نفس الفريكونس بس هنا في قاعده كمان صغيره خالص بقولها ان هم نون اوفرلاب يعني ايه اوفرلاب؟ يعني ما يتقاطعوش في الوان يا اما ده وان يا اما ده وان عشان ده وان نفس الوقت يعني لو انا لو انت خدت جيب سايكل نتخيل كده جيب سايكل هتساوي كام؟ ينفع تبقى تساوي 70%؟ لا لازم تبقى اقل من 50% عشان تضمن ان هم ما يسووش بعض كويس طيب وبالتالي هي القاعده الوحيده هم تو كلوكس نفس الفريكونسي هو السيستم بس اوت اوف فيز ونان اوفرلاب بس كده طيب انا عايز اعملها عايز بس المساله دي في ديفرنت فيزز عايز اقول ديورينج لما فايل 1 بيساوي 1 وعايز هنا مره ثانيه ديورينج فايل 2 بيساوي 1 وانا عارف رقم فايلين زمان وفايل زمان لا ما فيش العكس عشان انا مرتين ادي 1 ادي سي 1 وادي دي 2 في الوقت اللي كان فيه شروط كان ده اوبن والعكس ناحيه ثانيه هيبقى في الوقت اللي كان اوبن كان ده شروط وعايز ادرسها ان تيرمز اوف تشارجز مش ده كاباسيتورز احب دايما اتفرج على تشارجز كده كانت كام بقت كام الى اخره طب هندسه تشارج ايه اللي هيحصل هنا؟ هلاقي ان في الفيز الاولانيه تورين فاي 1 كان التشارج ده كام؟ سي 1 التشارج على اي كاباسيتور هي سي في في فكده كده بيجي كام عليه؟ سي 1 دي 1 انا في الرسيل يعني في الستادي حطيت ان في 1 اكبر بي 2 بس اسامبشن هو مش هيفرق خالص في النتيجه طيب هحسب لك شرايح اكبر هقول لك مثلا 4 بلس وبالتالي تيتا ماينس مقابل ايه؟ 4 ده تكسر بس هو ده كده هنا تكسر يعني تو كوندكتور وان باك اكتف لو شحنت التكسر يبقى حط على طرف من الاطراف مصدر تشارج وطرف تاني نيجاتيف تشارج نفس ال W بس opposite in sign واضح جدا مفيهاش أي حاجة عشان أشحن كده بس بحط لك بلس من فوق وأحط له نيجاتيف من تحت طب ما في طرف من الطرفين open وأنا ينفع أحط له تشارج بس كمان ما ينفعش أعمل إيه؟ ما ينفعش أشيل من التشارج طب ده ينفع عشان أحط بلس من ناحية لازم أحط له ناحية تانية أحسن لو أنت في سكة بينهم مفتوحة ولا هيتشحن ولا هيتفرج ممتاز طيب انا سالت اول رسمه طب دول فايت تو هاو ان في تو بنت هما عباره عن تشارج هما سي بي تو نسال سي 1 شيل 1 كل الحاجات سي بي تو ممتاز طب بس ايه اللي حصل؟ في حاجات واخدنا منها هنا كان في اربعه كلاسز لما غيرت التوصيله لقيت كام؟ راح من الاثنين التانيين راح فين زيادة؟ غصب عنه هيتعرف كده غصب عنه
اي تشارج هيبقى عنده تشارج فوق. طب انا كنت هنا فيريفاي 2 رجعت تاني فيريفاي 1 شهرين ورا بعض. ايه اللي حصل؟ كان 2 تشارجز بقوا ايه؟ بقى 4. طب الاثنين زي ده هيبقوا مين؟ هيبقوا من السورس. ايه ده؟ ايه اللي انا لاحظه هنا؟ ده اللي لاحظه ان عندي كونتينيوس فلو من تشارجز ماشي من ضرب لضرب. مش انا ممكن اقفل عيني كده واحط البلاك بوكس هنا واقول كان في تشارج جاي كده خارجه من الناحيه الثانيه في كل كروتايد تجيب قيمه التشارج كام؟ كم فرق في التشارج كام؟ سي في 1 ماينس في 2 صح؟ التشارج دي بتعدي من نقطه واحد لنقطه اثنين كل قد ايه؟ كل كروت سايكل بين قد ايه؟ سي. يعني التشارج مع فيه بين سي يعني كارن كنت كارن على افريج كام؟ يبقى اي افريج هتساوي دلتا كيو على تي هتساوي سي في 1 ماينس في 2 على تي اس ودي حته مهمه جدا. انا بقول لك عندي ديفايس تو تيرمينال في 1 وفي 2 نمشي الكارنت. الكارنت ده فانكشن الديفايس ده شكل ايه؟ او يسميوليت كومبوننت تاني شكلها ايه؟ ايه الديفايس اللي اعرفه؟ اللي لما احط عليه فرق جروب دي ماينس بي يجيب لي كارنت بروبورشنال للفرق ده وبيمشي من الطرفين دول. ريزيستور نقطه مختلفه. بس هو ريزيستور صح؟ ريزيستور هو الحاجه لما احط لها فرق جروب تبقى كروزت وماشي كارنت فلويد. ايه دي الفرق؟ ان الجي ام حطيت ايه؟ مش دول، حتى تاني خالص. هو نفس الكلام بس حتى تاني خالص، تمام. تاني ممكن اقول كده؟ من عندي ار هتساوي دلتا دي على ار تبقى واحد على سي في الف سالب 2. ودي خاصيه ممتازه. فانا من غير استخدام ريزيستنس فيزيكال قدرت احصل على افكت شبه ريزيستنس. صحيح هو شكل ملخبط شويه بس الايفكت اون افريج شبه ريزيستنس دي اون افريج لان انا الكارنت مش كونتينوس. الفترة في فترات اوف وفي نايت اون بس اون افريج ريزيستنس. انا بس عشان فور ذا سيك اوف اندرستاندينج عشان فاهمين انا مش محتاج كارنت اناليسيس عشان فاهمين انا عايز اتتبع كارنتس اشوف الكارنت هيمشي ازاي. ايه اللي هيمشي واللي مش هيمشي؟ يعني اتطور كده مش في تشارج هتمشي لازم الكارنت. عايز اتفرج على الكارد ده. تعال نرسم مثلا الاي 1 اي 1 ده اللي هو مش هنا اللي هو نفسه هنا اللي هو نفسه هنا. في كل الجزء ما عندناش حاجه. انا بس انا جبت اي 1 افريج هو ده. انا عايز اعمل تفاصيل شويه. تعالى نتفرج كده. ايه اللي هيحصل مع بدايه السايد هنا؟ مع بدايه اي 1 انا عايز اشحن دي 1 4 بلس اهو كان عندي 2 يعني انيشن بس ده جاي مشحون مثلا دلوقتي نص فولت بس انا عايز احط على 1 فولت يبقى تحت كمان كده هنلاقي ان في كارت هيبوش كبير جدا وحالا هنحاول الكارت كواليفاي وبعدين يقعد ينزل 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 صح؟ ينزل لحد يوصل لكام؟ زيرو. امتى يوصل لزيرو؟ ده كان بوت ده كان بوت ده هو السؤال ده كله انا هيمشي كده ولا يمشي كده ولا يطلع فوق قوي وينزل بسرعه دي في واحده فيهم حسب ايه؟ التاو انا التاو صح كده؟ يعني قصدي حسب التاو عندي تاو لو كنت بتكلم على الحاجه السهله لو ده زيرو يعني اكستريم هاي سبيد هيطلع انفينيتي بونسي ويطلع زيرو في نفس الوقت. طيب ماشي. طب لو هما ريل كيس كده بتاعت مين؟ حطيت الريزستنس بتاعت السورس كان زيرو. السلك اول حاجه انا افتكرها دي ايه؟ سويتش. عشان السويتش هنا انا متلاقيش السويتش ده. طب السويتش ده ليه ريزستنس؟ انا
اكيد انا عايز ارسم حاجه كده ارسم ليست تنفع موجوده حقيقه موجوده انا مش معنى ان انت مش موجود بس انا ايه اهم حاجه عندي ايه؟ اهم حاجه يقطع بقى بالراحه يقطع سريع اهم حاجه ان هو يوصل ايه للسايكل قبل السايكل تخلص كانت يوصل للزيرو او اول مصيبه مش عارف زيرو ابسولوت يعني بس هي تقدر توصل هو يكون ايه بدا ايه بزيرو خلاص وده بالنسبه لي هو كومبليت سيتنج كومبليت سيتنج اربع كانت صغيره اربع كبيره ست صغيره ست كبيره تقدر كومبليت سيتنج حصل خلاص ده الموضوع تمام يبقى الالف مش هيبقى بتاع الاشكال دي الاكسبرينشال دي هو اللي هيديني الار ان اس والفايبر هو اللي هيديني افكت ريزيستنس لو ما عادش في مشكله هتلاقي ما شحنتش الكباسيتي المليون اللي انت عايزه المهم ما نزلت ده هنا في قوي كان حسابات مش هتراكم فانت عشان تقول حساباتنا هنعمل النهارده المره الجايه مظبوطه يا رسولي كومبليت سيت كان يوصل لزيرو سرعه الشحن صحيح تمام يبقى ده شيء هو شكل الكلام ده لو رسمنا الكلام فانكشن في التاوي تاوي فانكشن في ار سي تمام ده بنسميه ايه؟ بنسميه سويتش كاباستور ريزيستنس اتس ريزيستنس اتس ديفايس بيسيميلي ريزيستنس بس عامل سويتش كاباستور يعني سويتش كاباستور يعني كاباستور سي وعمال سويتش ان واوت ان واوت دي هنا اسم سويتش كاباستور ريزيستنس هي نفسها حالتها مره ثانيه يقول لك ما تيجي نعمل سويتش كاباستور ده ريزيستنس اخرى زي ما تكلمت بس يعني رجعنا مره ثانيه سويتش كاباستور سيركتس مبنيه على ايه؟ مبنيه على سويتشز مبنيه على كاباستور مبنيه على اوب امس لو احتاجنا وايه تاني؟ الحاجه اللي احنا لازم ننساش ابدا عشان احنا بنحطها دايما كروكس تو كروكس نون اوفرلاند تو كروكس اهم خاصيه ليهم ان هم ما يتلوش في نفس الوقت ابسط حاجه لو دول بقى نفس الوقت هيحصل هيشورت في 1 و 2 هيشورتوا على بعض برضه انت عايز ايه تشارج من غير ما تشورتوا على بعض مفيش ريزيستور في الحقيقه تشورت ريزيستور ده امبيدنس مجهول النقطتين تخيل يعني لو ده برضه شورت ده برضه شورت لو شورتوا مع بعض يحصل ايه؟ تحرق الاثنين انا مش هشتغل انت عايز تمام انا عايز اوصل لكده الاسباب اللي انا عديتها دي هم تو اذر اكزامبلز هتجربوا تعملوها في السكاشن او في البيت غير السكاشن الاول يعني بس تمرين احنا عملناها قبل نفس الكلام طيب اتفضل بس سويتش انا بقول لكم في الاخر بقى اتكلم عن سويتش بس انا حابب اسمع عنها هو السيستم ده بيشتغل ازاي؟ لان انا غير كده مش قايل ما تصدقش ان الدم دي اصغر بكتير من السم دي بحيث هو يوصل ذكري مربوط ذكري قبل ما يخلص تمام اتفضل صح احنا برضه في ده ممتاز 100% بس انا ما خلصتش لسه لما نيجي نعمل انتجريتور بقى هنشوف الملاحظه الشكليه صح از ان ار بتتغير يعني لما نيجي نحط الار دي جوه بقى انتجريتور وتبص على المعادلات كده وتبص على البروفيشنز تلاقي ان في حاجه قصيره بقى كده انا ما كانش بعرفش وهنا مش هعرفش ليه برضه لا 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 سالس هي 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 سي سي سورس فولتج او بار ماشي شكرا انا انت سي فريش اف انت بس المفروض دي هي بس ساكت انا كنت في موس كنت في موس سي تو سي موس انا مين تو هاي راح تمام لا شوف ده 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 هو مش بتاع كده كده تمام كل ده بيقول الفيكونسي بتاعت دي صغيره فكره كبيره هو لما بيرجع سن الكتاب فاحسن دول مش هيسيب في الار صح بلاش ما تكبرش او بلاش ما تكبرش ممتاز تمام طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز نكبر شويه الحين مساله نور براكتيكال تعالوا نمسك الار سي نتورك اللي احنا حافظينها دي بتاعت النور باسكيلتر وبقول لك عايز احولها الى سويتش كاباستور تقول ايه؟ همسك نفس السويتش كاباستور اللي انا عاملها دي واحط هنا فايل 1 واحط هنا كاباستور واحط
احط هنا باي 2 سمي ده سي 1 عشان ده مثلا مقابل لار 1 وسمي ده سي 2 هو ده سي 2 زي سي 2 ماشي. لما جينا حلينا المساله دي احنا سالناهولك بس عملنا ايه؟ عندي شويه قواعد اساسيه. ايه القواعد الاساسيه اللي عندي؟ قلت لك مثلا ان هعمل كي سي ان هنا سمي دي دي اوت هتعمل ايه في سيان؟ هتقول كارنت على الشمال زي كارنت على اللي لازم تحت صح كده؟ وكارنت عشان تفهم ايه معادله كارنت؟ انظر على بي 1 او بي انبوت ماينس بي اوت على ار يساوي ايه؟ يساوي الكارنت اللي كباسيتور سي دي بي اوت باي دي تي. وبعدين شايف دي معادله ديفرنشال ايكويشن؟ حل الديفرنشال ايكويشن هتقول لي دي اوت اوف تي يساوي دي اوت اوف تي في مش عارف دي اوت اوف تي فاهم كده كتير. بقى عملنا ايه بعد كده؟ وبعدين يعني عملنا سولف الديفرنشال ايكويشن دي وبعدين خد اللابلاس عشان احنا عملنا الاولى مثلا النتيجه اللي بعد كده استخدمناها. انا عايز اعمل كده نفس الكلام بس على السيستم الجديد. السيستم انا عندي شويه قواعد اساسيه. ايه القواعد الاساسيه اللي انا عارفها؟ ان مثلا كيوم زي سي في دي قاعده اساسيه. ايه تاني؟ انا عارف ان الشارج دايما از كونسيرفد الشارج ما بيضيعش. يعني انا عندي نود زي الاوت كده لما قلت لك كي سي ال كي سي ال الانبوت داخل الانبوت كارد داخل زي الاوت كارد خارج نفس الكلام مقابل الكارد داخل وكارد خارج شارج شارج موجوده في لحظه وموجوده في لحظه ثانيه بيساوي بعض. الشارج از كونسيرف برضه ما بيضيعش. وبالتالي انا محتاج اطبق شويه قواعد شبيهه. ده اللي عايز اعمله. انا بعمل ايه؟ انا محتاج عايز اجيب علاقه من الاوتبوت والانبوت في الزد دومين. عشان نعملها امشي نفس المنطق. اعمل تايم دومين ايكويشنز واخدها الزد ترانسفورم وبعدين اتصور بقى على العلاقات في الزد ترانسفورم. الكباستور الاولاني مشحون
وقيمة الشحنة اللي عليه كام؟ C1 دي input R، صح ولا غلط؟ تمام. Unify 2 لسه Unify 1 برضه، C2 مشحون، C2 دي out R، صح؟ الـ output موجود مشحون على كباسة C2، الـ input بيتشحن بـ input جديد تاني بـ input. طيب ايه اللي هيحصل بقى في Unify 2؟ الاثنين دول هيتضموا على بعض ويحصل ان سي 1 هيبقى مشحون بسي 1 دي اوت ايفن وسي 2 هيبقى سي 2 دي اوت ايفن. كان ايه اللي حصل يا شباب؟ كان اللي حصل بكل بساطه ان عندي اوتبوت كان موجود على سي 3 سي 2 وانبوت جاله جديد ضمتهم على بعض والاوتبوت الجديد هي ايه بقى؟ هي المجموع القديم والقديم مجموع الاوتبوت القديم والانبوت الجديد بعمل لهم افريج صح؟ تشارج كونسرفيشن. يعني انا عايز ابني تشارج كونسرفيشن هقول لك كده ايه؟ ايه هي التشارج اللي عند النقطه دي اوت؟ هتقول لي هي التشارج على الكاباسيتور اللي واصله للنقطة الأرض. إيه هما الكاباسيتور اللي واصلين للنقطة الأرض؟ هيبقى C1 و C2 during any phase. يعني لازم دول فايتين ولا Q فايتين. Q فايتين كتايم هي N كام؟ ممكن يعتبر N بلس بلس أو N بلس بلس مش فارق معايا. التشارج اللي كانت بتساوي إيه؟ شارك عن سيرفيش بتقول ايه؟ شارك عن سيرفيش بتقول ايه؟ ان الكاباسيتورز دي كان عليها تشارجز قبل كده. قال بقى ايه؟ يبقى هما بنوع التشارج على نفس الكاباسيتورز عند اي فيز؟ يعملوها على طول في 1 يبقى ان صح؟ مين اللي قبل في 2؟ في 1 ايه دي التشارج اللي موجود عند دي اوت دي باي 2؟ هي التشارج موجود على سي 1 وسي 2. التشارج على سي 1 وسي 2 ديورينج باي 2 اللي هي على كده بلس بلس هتساوي التشارج اللي على نفس التو كاباسيتورز دول المره اللي قبلها على طول. مين المره اللي قبلها على طول؟ اللي هي باي 1 اوف ان. انا لو انا كنت بدرس هنا هتيجي عليها على طول. طب انا كنت بدرس هنا حتى قال لي ان ماينس نص مش مشكله. هتبقى اللي قبليها على طول. في فرق؟ الوجه اللي مفيش فرق وعشان ما عايز مفيش فرق. طيب طب عشان نفصص المعادله دي نفصصها كده بالتفصيل. مين هي مجموعه التشارجز اللي على سي 1 وسي 2 ديورينج فاي 2؟ الفرق دي قول لي. يبقى سي 1 لان كده بالتفصيل دي اوت ايفن اوف ان بلس نص زائد سي 2 دي اوت ايفن اوف ان بلس نص هتساوي ايه بقى التشارج على سي 1 وسي 2 دي باي 1؟ فهمت؟ تساوي سي 1 دي انبوت اوت اوف ان زائد سي 2 دي اوت اوف ان. صح كده؟ صح ولا غلط؟ اتفضل. هو الاساس ان جيل فاي 1 سميت كل حاجه غلط، جيل فاي 2 سميت كل حاجه ايه؟ ليه؟ عشان العدد بس فاكر هو ايه؟ عشان لما اجي احط ان بلس نص احط ان بلس نص ولا ان عادي شويه تنظيم بس، انا مش هتفرق قوي في يعني مش فارق اسميها اكتر ايه؟ اهم حاجه تمام. دكتور هو معلش قدام قدام شويه انا قدام شويه مش هلاقي نفس الشارج بالظبط؟ فين؟ في حبه قدام السكشن. انا قلت كده؟ انا قلت هستنى كومبليت سيتلينج عشان باي ذا اند الشارج بلاك ليه على الجي سي صح؟ انت لو بس انا قلت العكس قلت هنستنى لحد ما نضبط ان الشارج بلاك ده ساعتها كان اللي لسه مش موجود مش موجود. طيب طيب
سؤال حلو جدا بس ايه جاي؟ يقول لك ايه هو ايه؟ مش المفروض ان كده دي اوبن طب الاب ازاي يغير كده؟ مش كده سؤالك؟ هقول لك بمنتهى البساطه ما تعملش كده بس. هيتفرج من سي 1 سي 2 هو صح هو عمره ما توصل للانبوت دايركت بس ايه اللي حصل؟ سي 1 اتشحن من انبوت لفيز وجه الفيز اللي بعديها فرق شحنته للدي اوت هتلاقي من اقل شويه شارج هو ده طيب خلينا بس اكمل المساله احل بقى تيرينج فاي 1 انا كنت ركزوا في الحته دي كنت تيرينج فاي 1 عارف شويه تاسكات كده عشان يعني ايه نعرف نقارن بعد ما سافرت وكل حاجه وصلت للستيت ستيت هنا بقى في 2 بلس وهنا في 3 بلس عليهم نفس الفولتج مش نفس الشارج ليه مش نفس الشارج؟ عشان كده بس مش هسهل لا هو نفس الشارج بس هي نفس الشارج بس هي نفس طيب دي لحظة رحت قاطع السكة دي وموصل السكة دي يعني شوف يبقى الشارج اللي على الاوتبوت الجديد ده بقى يبقى الشارج اللي على الاوتبوت بتساوي ايه؟ هي نفسها الشارج اللي على الكباستور سي 2 صح؟ كان بيساوي ايه الكباستور سي 2 على الشارج اللي قبل كده؟ يعني ايه الشارج هنا؟ يعني ممكن في المعادلة دي اقول لك ان كيو سي 2 of phi 1 اللي هي of n هتساوي q هو نفسه c2 بس during phi 1 تعملينا هي n minus صح ولا غلط ولا عدل صح انا بدرس النقطه اللي عند الاوتبوت بقول لك الشارج اللي عندها الشارج اللي عندها مش عارف هو الشارج عند النقطه انت عايز تشارج على كاباستور واحسب النقطه يبقى النقطه دي اوتي لا تبقى هي كاباستور وصلت سي 2 الشارج اللي عليها كان بيساوي كده قبل كده؟ بتساوي الشارج اللي على الكباستور سي 2 في الفرق اللي بيصير قبليه يبقى كيو سي 2 ديورينج فاي 1 هتساوي كيو سي 2 ديورينج فاي 2 اللي قبليها على طول يبقى ال ولا ماينس؟ ماينس كده 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 المعادله لا لو احنا جبنا المعدل اللي فوق تحت بقى سهل ان شاء الله يبقى سي 2 دي اوت اوت اوف ان هيساوي سي 2 دي اوت ايفن اوف ان ماينس ممكن نشوف سي 2 مع سي 2 بس كده عشان نحسبها فاهم كمل وعايزه ليه؟ وعايزه ليه؟ دي معلومه مهمه معلومه مهمه ومنطقيه بيقول لي ان في اوت ديورنج الارض فيس هي باي 1 بتساوي هو نفسه اللي عاوز اللي على طول طب انت منطقي؟ منطقي منطقي ليه؟ عشان انت لسه سالت هو الارض هيتشحن هنا اكشن جت هنا بقى الارض هيتشحن هنا ولا هيتشحن ولا هيتفرج هينفع كباس واقف بطوله كده طب كله جراوند طرف تاني اوبن سيركت ينفع يتفرج حاجه؟ هينفع يشحن حاجه؟ وبالتالي النتيجه المنطقيه ان الاوتبوت فولتج دلوقتي هو نفس الاوتبوت فولتج في الجزء اللي قبلها هو طيب عشان نكمل بس المساله دي احنا جبنا التايم دومين ريبريزنتيشن التايم دومين ايكويشنز اللي بتحكم المساله لما جبنا التايم دومين عملنا بعد كده ايه؟ لا خلاص انا عايز اعمل ايه؟ زد ترانسفورم ابلاي زد ترانسفورم يبقى دي اوت ارت اوف ان هو نفسه دي اوت ارت اوف زد هيساوي دي اوت ايفن اوف ان ماينس نص طب انا بعمل زد ماينس نص زد ماينس نص زد ان ماينس نص دي تبقى زد نص 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 وان دي اوت ايفن اوف زد والمعادله دي هي نفس المعنى ده معناها ان دي اوت ارت هو نفسه ايدنتي ريبريزنتيشن ار دي اوت ايفن بريد نص وشحنوا وتبقى في بعض الستيت ستيت وسكوت ستيت ستيت لما تبطلوا شحن بريد
الاجابه ديتا فاي 2. يعني لو جيت مثلا دي اوت مع التايم هتتغير امتى وتغير شيء ده؟ هتتغير دورينج فاي 2 وسبب دورينج فاي 1. مثلا هتبقى فاي هتبقى فاي 1 فاي 2 فاي 1 لقيت فاي 1 ثابته وفاي 2 تتغير. فاي ثابته وتتغير. تتغير امتى؟ دورينج وقت تغير تثبت فاي 1 تغير فاي 2. تمام كلام شباب عارفين مش محتاجين تكتبوا كل الكلام ده؟ روحوا اختصار بعد ولا سكان فوق ولا اختصار طيب هنكمل بقى هنعمل زي ترانسفورم وهدفي في الاخر اجيب دي اوت على دي بس هو دي اشتريها في صحيح جدا انهي دي اوت وانهي دي ايه؟ وانا عندي كام دي اوت؟ يعني دي اوت اوت وعندي دي اوت ايه؟ وعندي كام ايه؟ برضه ايه؟ 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 حقيقة الأمر أنا عندي أربع أوبشنز. أنا عندي بي أوت إيفن على بي إن إيفن وبي أوت أوت على بي إن أوت وعندي أوت على إيفن وإيفن على أوت. صح كده؟ عندي كله عندي كله ممكن بس هل معادلة طبعا كل حاجة؟ الإجابة لا، ليه لا؟ بصوا على المعادلة دي، هل فيها ذكر لإيفن وإيفن؟ هل فيها موجودة إيفن وإيفن؟ لا، لا ليه؟ عشان لو كده بصوا على الرسمة يبقى فيها على السلايد، هلاقي إن في إيفن وإيفن في اللحظة اللي هو موجود مشهور ديسكونكتد، فالدايرة ما بتشوفش أصلاً إيفن وإيفن، طالما الدايرة ما بتشوفش إيفن وإيفن يبقى أنا هينفع مذاكرة المعادلات. وانا الحقيقه في اثنين من دول هيتشاركوا يعني في اثنين من دول مش لازم ده مش هيظهر والتاني ده مش لازم حسب هذا ده وده بنسمي ده اتش اوت اوت وده اتش ايفن اوت الله اعلم مش فاكر ده ايه اوت اوت ايه بس مش فاكر تمام اصل خلاصه ان انا عندي اثنين موجودين واثنين موجودين ده مساله بس ممكن مساله تانيه يبقى كله موجود ايه احنا عرفنا ان الاربعه دول ممكن يمارسين ايدي على ايدي مع بعض على بعض ولا قدام وغيرت في واحد فيهم زي الجيم في ايدي هنا ما بيأثرش في السيركت بص السيركت في الحاجات الايفن هل الانبوت داخل ديسكونكتد هل هيفتح المعادلات؟ هل اقدر اجيب له ترانزيت فانكشن؟ ما اقدرش يبقى حقيقه الامر دي اوت اوت على جيم ايفن بيزيد لا غيري ايه ايه زي ما انت عايز اب فانكشن اي وبالتالي بتاع الترانسفير فانكشن دي مالهاش تعريف مالهاش عندنا وجود فاحنا مش دايما محتاجين اربعه هي اماكن بس هي اماكن واحده بس حسب اللي احنا عايزينه طيب هل عندي سؤال؟ انا ما خلصتش مساله انا سو فار عرفنا نمشي الطريق اللي يوصلنا للاجابه بس احنا لسه ما عملناش مش عايزين بقى احنا انتم اعمل ثلاث رسوم زي ما احنا عملناها هنا ونشوف الخطوات هنلاقي ان الـ H أوت أوت هتساوي حاجة زي الصفحة فوق على constant minus حاجة زي الصفحة واحد. أول حاجة لازم ناخد بالنا منها الـ constants دي function في ايه؟ capacity طب هل لو الكباسيتنس غير بلس 20% هل الكباسيتنس ده هيغير ولا مش هيغير؟ مش هيغير مش هيغير ليه؟ عشان ماسكين على بعض لو سي 1 اتغير بلس 10% ايه اللي هيحصل سي 2؟ بلس 10% ايه اللي هيحصل في الريشيو؟ هتضيع على بعضها تفضل الريشيو ثابته ده معناه ان الترانسفير فانكشن is a function of the capacitor ratio مش absolute values عكس ما هو ار سي انا معتمد على الاصول على الار معتمد على الاصول على السي والدي معتمد على ربهم عشان يبقى لو اي ايرور في الاثنين هيعمل ايرور في البروتوكول هنا الايرور في الكباسيتور ما ظهرش ودي نتيجه لغايه اهميه ودي
واحدة أهم خصائص إلى جانب هي أهم خاصية في السويتش كاباسيتور سيركتس الانفنسيف فانكشن اللي هنطلعها منها لا تعتمد على ما تتغيرش مع كورس الفاريشن. وبالتالي بيرفكت ماتش مع الابلكيشنز اللي محتاجه اكيوريسي اكيوريسي عاليه. حاجه زي الاوديو مثلا احنا ما ينفعنيش هي تطلع بقى ايه من 10 ل 4 ونص ما ينفعش 3 ونص ما ينفعش 4 ونص 5 ل 10 3 بس ما فيش كده الى اخره. المره دي ان شاء الله هابلاي كلام نفس الكونسيبت دي على ال مور ادفانسد ستاف مش انا بس مور سوفيستيكيتد ستاف فور اكزامبل انتجريت ونفرض ازاي ده هيشتغل ونيك شو بس احنا خلينا الدنيا ماشيه ازاي. الكورس عشان الكورس مش طبيعي لازم اجي بعد كده وابلاي الكلام ده واعمل فلتر حسب الوقت هنا حسب الوقت. لو كنتش في وقت هنعمل فلتر ريبيتيشن ده احنا مش كده ان شاء الله. مفيش وقت حصل خير ممكن تشوف السنه الجايه ان شاء الله. رابعه ممكن تعتبر الكورس رابعه على الكورس هو الاكستنشن اللي احنا ماشيين فيه. حتى الترم الثاني اللي هو الادفانس اللي هو رابعة الأدب، أرجع نص نص الأدب ده. الدبل الثاني رابعة برضه اللي هياخد نقطة أقصد دي إكستنشن روب، يعني الآخر ممكن يكونوا في ورا بعض. بس في الآخر يكملوا على بعض وهي على الآخر كورس هنعرف إزاي نمبلمنت فلترز أو سوشيال كاباسيتي سيركتس من الأهداف بتاعتي. حد عنده سؤال يا شباب؟ نشوف المرة الجاية. أنا بس عشان أوضح بس حكاية واضحة من المرة الأولى. اليوم دول بنوضح حد هنا. المرة الجاية في غاية الأهمية. أنا لو علاجي هقول لكم دخلة عشان تيجوا وتجيبوا في الامتحان. بس مش عارف الحركة دي. أنا بقول لكم والله هي حاجة مهمة. أنا عارف إن من أسبوع قبل إن الترمينال ناس التاني أنا ما أجيش بس والله حاجة مهمة. ومش هتشوفوني تاني. أنا عايز إيه؟ هي حاجة مهمة وأنا مش حاجة أنا خلاص ما حكيتش. فمفيش حتى فرصة نشرحها مرة تانية. هي للأسف هي المرة الوحيدة اللي أشرحها فيها وهي في غاية الأهمية. هي إكستنشن لكلام النهاردة بس الكلام يبدأ يكبر سنة. فيعني يا ريت تيجوا المرة الجاية ونضحوا يعني بال ايه؟ المرة جاية مش هنخش. المرة جاية مش هنخش.